السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبايب قلبي، رسالة النهاردة ليكم، الرسالة تشوف اي وقت بإذن الله هي لك، بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله. اللي منكم حبايب قلبي محتاج قراءة خاصة هتلاقوا لينك الأدمن ورقم الواتساب الخاص في صندوق الوصف، واللي عايز يتابعني برضو على الفيسبوك حبيب قلبي نفس اللينك اللي في صندوق الوصف. رسالة اليوم، أول رسالة هنا بتقولك اتواصل مع الأرض، اتواصل مع الأرض. التجذر حبيبي، انتوا محتاجين الهواء والأرض، محتاجين تمشوا على زرع، محتاجين تمشوا على لون أخضر. في ناس كتير فيكم بتحب تمشي على الخضرة بالفعل، على اللون الأخضر. في ناس بتحب تقعد في طاقة الطبيعة وبترتاح وبتشوف طيور وبتشوف عصافير وبتشوف حاجات بتديها طاقة سلام كده، هي بتشافيكم حبايبي. انتوا محتاجين ده، محتاجين انتوا تتشافوا وتدوسوا على الأرض، محتاجين كمان طاقة الهواء والهواء النقي. يعني ممكن تقوموا الصبح بدري كده، تقفوا في البلكونة، تقفوا في شباك، تشموا الهواء النقي بتاع الصبح بدري. يعني ما تقوموش مثلا تقولوا اخر النهار مثلا هنقوم نشم هواء نقي، لا خلاص، الهواء بيكون اتلوث من العربيات والبلاوي والحاجات اللي بتبقى موجودة في الجو عموما. لكن هواء الصبح بدري ده بيكون هواء نقي، الهواء اللي بعد الفجر كده، الهواء اللي على 6 الصبح كده. رسالة كمان بتقول لكم حبايب قلبي، اتوقعوا في الفترة اللي جاية تغيير كبير، تغيير كبير ممكن يحصل، وفي تغيير هيحصل في طاقة الأرض، الأرض نفسها هيحصل فيها شيء، يمكن شيء صعب ويمكن حاجة كويسة. بس اللي وصلني هنا ممكن هزة أرضية، ممكن يعني زي عاصفة، المهم ان في حاجة هتحصل بتغيير الحاجة دي. داخل عليك انت بداية جديدة، المعنى ان في حاجة قوية هتحصل في الأرض، وانت هيخش بعديها ليك انت بداية جديدة. رسالة بتقولك اذا آمنت، آمن، آمن بإن سهم الله قد صاب. محتاج تآمن لأنك قريب قوي من تحقيق هدف أنت بتتمناه، وثقتك في الله هي المفتاح، وثقتك في العلاقة اللي أنت فيها، أو ثقتك في المال اللي أنت رايح له، أو في ثقتك في الشغل اللي أنت ذاهب عليه. فاهمين ازاي؟ انتوا محتاجين ثقة في حاجة انتوا داخلين عليها، اذا كانت بقى علاقة او مال او شغل او عمل. مفيش حاجة هتجيلك طول ما انت قاعد مكانك، احنا بنقول اللي انت رايح عليه، المعنى اللي انت شغال عليه، الحاجة اللي انت بتشتغل عليها هي اللي بتتحقق قدامك في ارض واقع. فاهمين ازاي؟ مش الحاجة اللي انا قاعد مبسوط كده وانا قاعد حاطط ايدي على خدي وهتجيلي، لا، انا قلت الحاجة اللي انتوا رايحين عليها، يعني اللي انتوا بتعملوا فيها، شغالين فيها، شغالين عليها، شغال على علاقة هتنجح، بتشتغل على شفاء هينجح، بتشتغل على نفسك هتنجح. انتوا فاهمين ازاي؟ يعني انت قريب من تحقيق هدف لو انت امنت ولو اشتغلت عليه. خليك واثق دايما في الخطة الالهية ليك انت، ثقتك هي مفتاحك. لو انت كده حاسس نفسك ان حياتك مقفولة، مفيش حاجة راضية تمشي فيها، محتاج حاجة تحرك شغفك، تحرك حياتك، محتاج ان انت تاخد قرار ومش عارف انك تعمل ايه، محتاج انت تخرج من منطقة راحتك، محتاج تشتغل على الشيء علشان يتم. وعلى فكرة انتوا من الاشخاص اللي حاليا بيتم اختباركم في الايمان، او بيتم اختبارك في التزام معين انت فيه دلوقتي، او في ورد معين انت ماسكه، او في حاجة توبة مثلا انت تبتها، في حاجة هنا بيتم اختباركم فيها، في التزام معين انت بيتم اختبارك فيه. انتم من الاشخاص اللي بتحطوا خطة حلوة قوي لأحلامكم، وخطة عملية وجميلة جدا،
بس من الاشخاص اللي برضو يمكن ما بتنفذوش الخطة دي. انتوا بتتأملوا كتير، خيالكم واسع، فتأملوا الشيء اللي انتوا بتحتاجينه، اتأملوا الحاجة اللي انتوا بتحبوها. بس مش معنى ان انا اتأمل افضل مكاني مفيش حاجة هتجيلك وانت مكانك كده، لا، انت لازم تاخد مسار جديد. واضح ان انتوا عايشين في فراغ او حاسين بالفراغ، وحياتك بتاخد مسار جديد وعايزة حركة، فمحتاجة منك انت الحركة، وده وقت العطاء وليس الاخذ. يعني ساعات يجيلكم رسالة ان ده وقت الحصاد، طيب وقت الحصاد محتاج ايه؟ هو محتاج عطاء علشان ياخد، لازم انت تدي علشان تاخد، انتوا فاهمين؟ فده وقت العطاء، محتاج تشتغل على حاجة معينة هنا عشان تكون في حياتك. انتوا من الاشخاص اللي بتشغلوا بخور كتير، يمكن بخور ريحته حلوة، بخور مميز، ويمكن انتوا من الاشخاص اللي بتكتبوا بايديكم الاشياء اللي انتوا عايزينها، او بترسموا في حاجة بتعملوها بايديكم، والحاجة دي يمكن يكون بتكتب فيها امنياتك، او بتكتب فيها مذكراتك، او بتكتب فيها الحاجة اللي انت عايزها. كمل كمل، لو دي كتابة، لو بالفعل انت بتكتب شيء، فاكتب الحاجة اللي انت يعني عايزها كأنها تمت. انا تزوجت من فلان، انا رحت الشغل الفلان، وهكذا، انا كسبت كذا، انا ربحت كذا، انا بقى معايا مبلغ مالي كذا. اكتب اهدافك واحلامك، انت اتعلمت كتير وادركت وفهمت، لا وغيرت من نفسكم. انا هنا اكاد اجزم ان في مجموعة منكم حياتكم اتغيرت 180 درجة، اتغيرتوا كتير جدا، انتوا نفسكم غيرتوا من نفسكم كتير. في حد فيكم بيقول يعني بنسبة 100% انا اتغيرت؟ فانت داخل على البداية الجديدة وقادمة اليك، وانتم من الاشخاص اللي عند كل اكتمال امر بيحصل معاكم تغيرات، بيحصل معاكم ولادة جديدة، بيحصل معاكم حاجة جديدة. محتاج تشوف الصورة الكبيرة، محتاج تعرف انك انت اللي بتغير من حياتك، محتاج تعرف ان انت المسؤول عن التغيير ده. مدام خيالك واسع كده، حاول انك تعمل خطوة في الشيء اللي انت عايزه، او تاخد القرار الصحيح. بص دايما للصورة الكبيرة، ما تبصش لحاجة تكون صغيرة. المعنى هنا حبيبي يعني ما تشوفوش الحاجة كلها من زاوية واحدة، من جانب واحد، بص لكل الجوانب وانت هتفهم. انت شخص دلوقتي اصبحت جيد جدا بما فيه الكفاية، بس محتاج ايه؟ محتاج تآمن وتعمل الحركة. في منكم داخل على بداية رومانسية جديدة، في منكم داخل على زواج، هو زواج العدل لي والبداية الجديدة لي بإذن الله يا رب. محتاج تشتغل على مخاوفك، انت عايز تعمل حاجة وخايف. مش انا بقول لكم انتوا في حاجة هنا مقصرة فيكم، يعني في حاجة هنا مخلياكم ما بتعملوش الخطوة، عشان كده جات لك يعني اخرج من اللي انت فيه ده وابتدي خد الخطوة، لان انت قريب جدا من تحقيق هدف، او من تحقيق امنية، او من تحقيق دعوة بتدعي بيها. محتاجين كمان تستحموا بمية وملح عشان انتوا صايبكم عين، محتاجين توازنوا بين الروحانية وبين الشغل وبين البيت وبين كل حاجة. مفيش موازنة هنا، في عدم موازنة. في حد فيكم تعبان، في حد فيكم روحه تعبانة فجسده بيتعب. اللي انتوا فيه ده هو عبارة عن ايه؟ تأثير روحي. في منكم عايز يتمرد ويصنع شيء لنفسه، ويفك قيوده ويفك السلاسل اللي مربوط بيها دي، وعايز يتحرك. طيب اشتغل على ده. برضو جايلي ان انتوا في اختبار، برضو يعني جايلي هنا ان انتوا بتمروا باختبار، يا اختبار ديني من ربنا سبحانه وتعالى وروحاني، يا اختبار في قوة ايمانك بالشيء اللي جايلك، يا اما اختبار في التزامك بالصلاة، التزامك بانك تكون مغطي جسدك مثلا لو انت امرأة، يعني التزامكم في حاجة مهمة، ممكن في ورد، في حاجة زي كده.
والنساء هنا يا جماعة غطوا شعركم. النساء هنا مش عارفة جاية لكم رسالة، داروا شعركم، ارتدوا الحجاب. لو انت مش محجبة ارتدي الحجاب، لعلها رسالة ليكي. ولو انت محجبة ما تبينيش حبة من شعرك. هي رسالة لامرأة هنا حبايبي، ايا كانت هي تبقى عارفة نفسها، هي رسالة ليكي. وانا لازم يعني سواء تؤمني بالحجاب او لا تؤمني، هو فرض مفروض علينا في القرآن الكريم. فانتوا محتاجين الحاجة دي، لا محتاجين بجد تغييرات، ومحتاجين هنا لو امرأة مطالبة بها. في حياة بتتغير معاكم، في حاجة بتتغير معاكم، انا شايفة تحول وتغيير قادم سريع. وفي حد هيرجع لكم من حياة سابقة. وفي رسالة بتقول لك انت بريء جدا، ايا كنت انت ايه وحاسس نفسك ان انت لا ده انا بعمل حاجة، ده انا بعمل ذنوب، ده مش عارف ايه. في رسالة بتقول لك انت بريء وهيتم ارشادك للطريق الصحيح، فما تقلقش. انت بتصنع لنفسك شيء، كمل كمل وما تقلقش. وزي ما قلت لكم للبعض منكم راجع لكم شخص من حياة سابقة، يعني كنتوا عارفينه قبل كده، كان بينكم وبينه كلام، كان بينكم وبينه شغل. مش شرط يكون من حياة سابقة من 100 سنة مثلا، لا الحياة السابقة ساعات من 2 3 سنين، من 5 سنين، من 10 سنين، من 50 سنة كنتوا مع بعض، من 10، من 19 سنة، من 20 سنة. فاهمين ازاي؟ كان في بينكم وبين بعض شيء. الشخص ده راجع لك، وراجع لك بتحول وتغيير، وراجع لك هنا في حد راجع لزواج. وللبعض منكم حبايب قلبي هنا انتوا ناس بريئة، فبيتم ارشادكم بطاقة الطيور وطاقة الخضرة وطاقة العصافير وطاقة الطبيعة، يعني انتوا محاطين بملائكة الطبيعة يعتبر. فهتنالوا ارشاد مهم جدا 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 لحياتكم. انتوا دخلتم على نضج، نضج قوي جدا في حياتكم. وعلى فكرة عشان كده بيتم اختباركم، انتوا بتنضجوا عاطفيا وبتنضجوا ذهنيا وبدنيا وكل حاجة تتخيلوها. النضج اللي فيكم دي حالة نضج كبيرة جدا واختبار. بس في حد فيكم عينه طالعة، المعنى مرهق جدا، ارهاق وتعب وحالة كده صعبة، حاسة ان انت مش عارف انك تخرج من شيء، وما بتناموش، مفيش نوم، مفيش نوم. شايفة الناس سهرانة دايما، سهرانة. بصوا حبايب قلبي، انتوا محتاجين تخرجوا من طاقة التشبث بالماضي، انك تتمسك بحاجة فاتت. لا محتاج تخرج من الطاقة دي. انت يلزمك اجراء تعديلات في حياتك، محتاج ده. وعلى فكرة كل حاجة هتكون في متناول ايدك، بس انت يعني ابدأ بالتغيير. قلنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تاني مرة بتتكرر تجديد الميلاد، انت هيحصل معاك حاجة رقم 10 بيحصل هنا، وفي حاجة معقدة هنا وصعبة بيتم فيها التحول والتغيير. وفي حد فيكم هنا حبايب قلبي بيتم مراقبته من شخص، بس المراقبة ليك هنا من شخص لطيف، يعني شخص بيحبك، شخص عاوزك، شخص بيتمناك، شخص عنده وفرة مادية بيراقبكم. على فكرة انتوا محتاجين يا حبيبي تتوازنوا بين طاقة الأنوثة وطاقة الذكورة. للبعض منكم هنا الموازنة دي لازم تحصل، وفي مشاركة لازم تحصل بينك وبين حد، مشاركة بقى بالكلام، بالوعي، بالحب، بالزواج. في مشاركة هنا لازم تحصل، هيتم فيها إبداع وخلق الحب من جديد. وعلى فكرة عينيكم التالتة مفتوحة، لو انت فعلا متصل بتوأم، انت وتوأمك عينيكم التالتة مفتوحة. محتاجين شوية صبر. لو انتوا هنا فعلا صبرتوا كتير، فالرسالة بتقولك ان خلاص صبرك يكاد ان ينفذ، الاكتمال جايلك. بس قوم بالمغامرة، يعني قوم بالشيء، حقق حلمك. انتوا في حاجة مأجلينها هنا حبايبي، في حاجة عايزين تعملوها بس متأجلة معاكم، في طاقة استسلام رهيبة، في حد فيكم مش عايز يتنازل، بس في حد فيكم هنا مطالب انه يعمل زي
سن التنازل كده علشان يحصل معاكم الازدهار او النجاح في علاقة معينة، او التناغم، او خروجك من الوحدة متوقف على تنازل معين. محتاج انك تدخل لجواك شوية، تدخل لداخلك تشوف انت عايز ايه. الانعطاف للداخل حبايبي والتخيل اللي انت بتتخيله ده حلم انت مأجله، وانت بتتخيل شيء ومأجله، بس عقلك بقى عامل زي، عارفين اللي جواه مشوش جواه الف حاجة، محتاج تشافي، محتاج تتشافى وتطلع من الصراع اللي انت فيه ده عشان انت داخل على تغيير. يعني التغيير ده جايلك بس انت بقى قاعد مستني من غير ما بتعمل شيء. في حد فيكو هنا محتاج يجهز ويغير نفسه او يتنازل عن شيء معين علشان يحصل معاه الحاجة اللي بيتمناها، تجديد الميلاد. هنا في حد هنا بيقول انا اتولدت يوم ما شفت فلان مثلا، او يوم ما قابلت كذا. فتجديد الميلاد ده متوقف معاك انت على سن التنازل، ويحصل معاك الاكتمال، ويحصل معاك الشفاء، وتجهز لدخول الميلاد الجديد. ايا كان الميلاد الجديد ده في علاقة او في عمل او في سفر او في مال. اصلا في حد فيكم هنا مربوط المال بالحب. المعنى ايه؟ يعني انت بتجهز نفسك مثلا علشان تتزوج، فمش عايز تعمل خطوة للزواج ده الا لما يكون معايا مال كتير. كأن الرسالة بتقول لك الحب يأتي ثم المال يأتي وراه. يعني انت نفسك المال مربوط معاك بالحب. فاهمين ازاي حبايبي؟ اخرجوا من طاقة جمع المال على دمة ان انا مثلا هتزوج او حاجة زي كده، لان انت هنا دخول الزواج او دخول الحد ده في حياتك هو اللي هيفجر معاك طاقة المال، او حتى اتصالك بيه، او حتى كلامك معاه. يعني المعنى هنا انك مربوط بتواصل شخص معين بيتفتح معاك طاقة المال، وكأنه وجه الخير عليك او وجه البركة عليك. من الاخر في حد فيكم هنا مربوط باتصال، في حاجة عنده في المال مربوطة بتواصله مع شخص، ويمكن انت مربوط بالمال باتصالك بالمصدر بربنا. فكأنك كل ما تتصل بربنا اكتر كل ما هيتفتح معاك المال اكتر. بس في منكم هنا حبايب قلبي بالفعل في زواج هيدخل عليك، او كلام مع شخص معين هيكون فتحة خير عليك. يعني من الاخر ما تقولش انا بكون نفسي ومش هقدر اعمل اي خطوة لما يتم الزواج. لا، انت اصلا محتاج الزواج ثم المال هيتفجر لوحده. تفعل عندك بس الشاكرا دي بيتفجر عندك طاقة المال. انا خلصت رسالة حبيب قلبي، رب اكون فتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.